السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين في هذه الندوة المقامة على هامش معرض الكتاب الدولي بالرياض والمقامة في جناح العبيكان للنشر بعنوان جوجلة المعرفة والفحص فيها وأخذ يوتيوب انموذج. باسمكم جميعا في بداية هذه الندوة يسعدني أن أرحب بضيوفها بدءا بالأستاذ جمال بن حويرب المستشار الثقافي في حكومة دبي والعضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. حياك الله سعادة الأستاذ جمال، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. الله يحييك. أيضا أرحب بسعادة الدكتور وليد فتيحي نائب رئيس تحرير مجلة صحتك السعودية الربع سنوية والإعلامي المعروف. الله يحييك دكتور وليد، نقول لك الحمد لله على السلامة. يا مرحبا، أهلا وسهلا. كذلك أرحب بالأستاذ محمد بن عبد الله فريح مدير إدارة النشر والترجمة في العبيكان. حياك الله أستاذ محمد وأهلا وسهلا. الله يحييك. الله يحييك. يا مرحبا، أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور وليد، اليوتيوب سيكون يعني أنموذجا في هذه الندوة وسننطلق كذلك في عدة محاور. يوتيوب كما تعلم دكتور أنه يتعدى مستخدموه المليار شخص من 61 دولة، يومياً تضاف له 100 ساعة مرئية تشاهده جميع الأعمار والأكثر فئة الشباب. هذا اليوتيوب والتوجه الكبير له الآن، هل سيسحب البساط من تحت الإعلام التقليدي الذي أصبح ينافس اليوتيوب بارتجاج حتى يثبت مكانه مع ما يقدم فيه من مواد تأخذ شقين الإيجابي والسلبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً في معلومة مهمة، أنه اليوتيوب بالذات في الخليج والسعودية بالذات من أكثر المتابعين في العالم. طيب، وله أسبابه، لكن أنا أؤمن أنه اليوتيوب كل يوم بياخد من شريحة الناس اللي هم بيتابعوا التلفزيون. سيبقى التلفاز اللي هو التقليدي والبرامج سيبقى لها يعني مكانها، زي ما الناس الآن الكتب الورقية لسه تباع، في حين أنه يعني معظم الناس عندهم الكتب اللي هي إلكترونية. فسيبقى التلفاز، لكن أنا أؤمن أنه اليوتيوب جماله أنه يصير الشخص هو الذي يتحكم ماذا يريد أن يرى، في حين أنه التلفاز يجلس الواحد وحط القناة ويعني الذي يلقن ويعطيله يكون محكوم بالقناة محكوم نفسها، محكوم بالقناة نفسها. وتجد كثير من الأحيان الإنسان هو يعني يتلقى يعطى الشيء حتى ما يبغاه، الجرعات اللي يبغاها. لكن يوتيوب ممكن أنت تقرر. الشيء الآخر أنه هو عملية التركيز في اليوتيوب، فسيبقى التلفاز، ولكن اليوتيوب أعتقد هو وسيلة رائعة جدا لإيصال أفكار لشرائح معينة، وكذلك عمل التوازن في عملية الاحتكار للمعلومة أو التحكم في العقول بطريقة السابق. طيب يعني دكتور وليد، هذا الآن يعني يكون في جانب إيجابي أنك أنت تتحكم والتركيز جيد، لكن ممكن هذا يفتح باب على يعني باب على أمر سلبي، ربما بعدم اختيار المواضيع الجيدة وعدم الانتقائية المتميزة. ربما يكون شاب أو طفل أو في عمر لا يركز فيها ولا يعي ما يختار ويشاهد، فتكون الأبواب السلبية كلها مفتوحة أمامه في المشاهدات غير المعروفة. طبعا عشان كده لازم الوالدين يكون عندهم نوع من المراقبة، أنه الآن عندك أدوات تعملها بحيث أنه ما تسمح للطفل يدخل في بعض السايتس موجودة. لكن في نفس الوقت أنا أؤمن على قدر ما يكون في حرية للفكر، الفكر الناضج هو نور والعلم نور. مهما عملت، إذا عملت حرية كاملة وديت كل الناس الفرصة أن يتنافسوا، لا يمكن إلا أن يكون الحق نوره الذي يطغى على أي ظلام. لكن بالنسبة للأطفال الصغار نعم لابد تحكم. جميل. أستاذ جمال تفضل. أستاذ جمال، تعقيب على حديث الدكتور، اليوتيوب اليوم أداة من أقوى الأدوات في نشر المعرفة، ولكن كذلك في نفس الوقت أداة لتخريب عقول الشباب والناشئة والأجيال الحديثة. الفرق، أنا عضو مجلس إعلام دبي، والفرق بين اليوتيوب أو كل القنوات اللي تعمل في نفس المجال والقنوات التلفزيونية، أن هناك ما نسميه الفلتر، هناك ينظر إلى اللغة، ينظر إلى
أسلوب المتحدث، نوع المادة، نوع المادة، هل هي تؤثر على المشاهد أو ما تؤثر. هناك أمور كثيرة ينظر إليها التلفزيون العادي. اليوتيوب سجل ما تريد وانشر ما تريد، لكن اليوتيوب لم ينتشر إلا بوجود آلة أخرى وهي الواتساب. الواتساب ظهوره هو الذي عمل ما نسميه الآن الانتشار الكبير، لأن كانت المشاهدة في اليوتيوب سابقا في الوطن العربي، أنا متابعنا من خروج اليوتيوب حتى الآن، كان ممكن بالمئات إذا كثر بالآلاف. بعد خروج الواتساب صرنا نشاهد بالثلاثة وأربعة وخمسة مليون، لأن الواتساب أعان. أنا عرفت الدكتور أول ما عرفته من الواتساب، أتاني أصبح الواتساب مروج لليوتيوب، هو أكبر مروج لليوتيوب الواتساب. طيب، فالمشكلة الآن في المحتوى. المحتوى إذا لم يوجه بطريقة صحيحة، وإذا لم إدارة اليوتيوب غير مهتمة إلا بشيء خاص، إذا كانت هناك أمور تخدش في الحياة وهذا هم يزيلونه، أما غير ذلك فكرا إرهابا تطرفا هرطقات أي حاجة فلن يتدخلوا فيه، فهذا هي حرية فكرية. أما التلفزيونات عامة فإنها تراعي مشاعر المشاهدين. جميل أستاذ جمال، يعني مزامنة مع معرض الكتاب وما نتحدث فيه بما يخص اليوتيوب الآن، ألم يحن الوقت لأن يكون اليوتيوب منصة ترويج لمؤسسات ودور النشر، وخاصة أنتم مؤسسة قنديل يعني تديرون هذه المؤسسة على مستوى الشرق الأوسط؟ الحين اليوتيوب ما وجدنا أنه فيه إمكانية أن يكون اليوتيوب هو منصة لترويج الكتب والوصول إلى القارئ. جميع دور النشر الأوروبية والعالمية والآن العبيكان دخلت في المجال تروج لكتبها عن طريق اليوتيوب، لكن في هناك مشكلة طريقة العرض. إذا لم يكن عرض الكتاب مشوقا فلن يحظى باهتمام المشاهد. كذلك أنا لماذا أدخل وأشاهد عرضا لكتاب؟ ما الذي يجبرني على أن مشاهدة هذا الكتاب أو ذلك الكتاب؟ يجب أن يكون العرض جزء فيه معلومات عن الكاتب، معلومات عن الكتاب، أمور تحفز المشاهد لكي يدخل ويشاهد هذه، وهذه تحتاج إلى صرف. بدون الصرف على الفيديو هذا الذي سينزل في اليوتيوب لن يحظى بمشاهدة. كذلك يجب أن يروج له عن طريق تويتر، عن طريق الفيسبوك، وعن طريق الواتساب، الآلة المروجة الكبرى، اتحاد مواقع التواصل. نعم، تفضل دكتور. هو حقيقة موضوع القراءة ده مأساة في العالم العربي. طبعا الدراسة اللي عملوها في مركز أظن الفكر العربي، الغرب يقرأ 200 ساعة في السنة، كم يقرأ العربي؟ 7 دقائق في السنة. زادت، أنا أذكرها 6 دقائق. 9 زادت دقيقة. إذا كان نحن معناه أنه علاقة الإنسان العربي بالكتاب اللي هي أول أمر وأول فرض، بل اقرأ، بل تخرج عن جميع اللي هي التشكيلات أو الأوامر، نحن لم نقرأ لا قراءة شاملة للكون ولا قراءة الكتاب. إذا لم هذه العلاقة بين الطفل والكتاب، يعني واحد يسألني يقول لي كم ساعة تقرأ في السنة، كيف عندك وقت تقرأ؟ أقول له السؤال في حد ذاته مؤلم، كونك تسألني كيف يكون عندي وقت أقرأ، كأنه القراءة شيء ثانوي، كأنه كمالية. لا وقت لها. القراءة هي الأول واجب وأول أمر سماوي، اقرأ. طيب، فإذا كان أصلاً علاقة العربي بالكتاب ضعيفة، حتى لو روشت له ما عنده أصلاً خلق يجلس يقرأ 3-4 ساعات، فهذه مش مأساة عندنا، تبدأ في الصغر، لازم نزرعها مرة تانية. جميل. أستاذ محمد الفرائي، أذكر إضافة، عندي صديق تزوج امرأة غربية وأسلمت ولديه من السبعينات، يقول أنه لا تنام حتى تقرأ على أبنائها القصة.
كذلك إذا هي غير موجودة فإن والدها سيقرأ القصة أو والدتها. فلهذا تعود الأبناء، وأنا أعرفهم الآن صاروا كبار وتزوجوا، لا يتركون القراءة أبدا، لأن الصغر تعودوا على القراءة، تربوا على الشيء هذا. أستاذ محمد، الآن ذكر سعادة الأستاذ جمال يعني حمل كبير على دور النشر، الآن في ظل ما تواجهونه يعني الكثير يعتبركم أنكم رجعيين أو تقليديين يعني دور النشر، لكن في حال دخولكم مثلا إلى عالم التواصل الاجتماعي اليوتيوب، تحويل الكتاب إلى قصة مرئية مثلا، وهذا شاهدناه في برنامج ومحايل اللي حنجي عليه بعد شوي، وربما يكون يعني معلومات يعني كتابية موجودة في خمس دقائق، كيف دور النشر تتوجه إلى التوجه هذا؟ إذا كان السؤال موجه للعبيكان تحديدا فله جواب، وإذا كان لباقي دور النشر فله جواب آخر. لا أكيد للعبيكان. إيه، إحنا أخذنا على عاتقنا مبادرة والهدف منها الحقيقة إنه نجعل من عملنا مثال للآخرين. نحن استفدنا من اليوتيوب في المحتوى بثلاث طرق رئيسية: توفير معلومات عن الكتب من خلال اليوتيوب، ربط المادة المكتوبة بمادة مرئية قد عملها المؤلف عن نفسه، يعني نربط المادة المرئية كمحاضرات ولقاءات بالمادة المكتوبة للكتاب، واستخدامنا أيضا في إتاحة بعض النصوص الخاصة بالكتب من خلال اليوتيوب. الهدف من كل هذه الثلاث طرق في الاستخدام أن الباحث اللي يبحث عن مادة معينة باسم مؤلف أو باسم مادة الكتاب يجد هناك رصيد من المعلومات في هذه القناة، مثل تويتر وفيسبوك أو أي وسيلة تواصل أخرى. نحن عندنا قناعة أنه توفير المعلومات الأساسية عن الكتب هي ما ينقص القارئ العربي اليوم وليس أصل الكتاب. وإن كان يعني لدينا هاجس الآن في إيصال مادة الكتاب متكاملة على قنوات اليوتيوب، هناك برامج الآن موجودة واستخدمناها بالفعل تستطيع أن تحول كل مادة الكتاب إلى مادة يمكن عرضها من خلال اليوتيوب، لكن تحتاج إلى إبهار وتحتاج إلى طريقة في الإخراج، وتحتاج أيضا إلى مبالغ مالية للصرف على هذه الطريقة في العرض، لكن هي ايضا هي موجوده ونحن نستخدمها. يعني طيب اذا كانت يعني في مجال الان التطبيقات الموجوده التي تحمل الاف الكتب، يعني والصراع فيما بينكم هو موجود، يعني انك انت كونك تحافظ على الهويه القارئ الحقيقيه في الكتاب، لكن ربما يكون اليوتيوب هو منصه فقط للترويج وليست لاحتواء الماده كامله المكتبيه مثلا، هل بالامكان هذا ولا لا؟ ممكن كل شيء تتخيله من نقل المحتوى من ماده مكتوبه الى ماده مرئيه هذا وارد، لكن يحتاج إلى فنون، يحتاج إلى برامج، يحتاج إلى ناس ماهر يستطيعون أن يحولون وميزانيات، ومحتاج إلى ناس يعني متخصصين بالمجال يستطيعون أن يحولوا المادة المكتوبة إلى مادة مرئية أو مادة تستطيع من خلال العرض، يعني يستطيع القارئ من خلال العرض أن يستفيد من هذه المادة. لكن المشاهد لن يشاهد أكثر عن دقائق، إلا إذا كان فيلم سيجلس يشاهده كله، أما غير هذا لن يشاهد. لهذه مسألة مهمة، يعني أن كتاب المسموع غير المشاهد. إذا أنا سجلت كتاب أحطه في السيارة وأسمعه، ولا وأنا ماشي ألعب رياضة أسمع الكتاب، أو أنا قبل ما أنام. أما مشاهدة كتاب كامل فهذا أنا لا أحبذه، لأنه غير عملي أبدا. متوسط المشاهدة في يوتيوب 2:20 لأبرز المقاطع، متوسط المشاهدات العالية. فإذا أنت حطيت مادة أكثر من 3-4 دقائق القارئ أو المشاهد لن يستطيع أن يدخل، سوف يدخل لكنه سوف يصيبه الملل السريع والخروج منها. يعني مثل تسجيل الآن سجلوا منظومات العلمية كلها في شركة في الرياض، أنا نسيت اسمها، قامت بتسجيل بأصوات سعد الغامدي وأصوات جميلة، نونية القحطاني، أصوات منظومات أو أشياء كثيرة. أنا رجل كنت أحفظها، هذه كلها أحفظها وأنا صغير، لما استمعت إليها يمكن 2-3 دقائق وغيرت، ما أقدر. أنا عندي نظرة شوية مختلفة. تفضل دكتور. لابد أن نعترف
في كتاب الدكتور حجازي اللي هو العقل المهدور والعقل المقهور بيتكلم نقطة مهمة جدا. نحن درسنا الرياضيات والأمور دي كل أي لغة بالإنجليزي. بالعربية إنجليزي. الأغلب إنجليزي بالفعل. وجدنا نحن لما نتحدث اللغة العربية أو نكتب العربي نصبح أكثر إنشاء وأكثر عاطفية وأقل موضوعية. نفس الشخص يكتب اللغة الإنجليزية عشان الجزء في الدماغ اللي هو بيستخدم هو نفس الجزء الذي فعل بالنسبة للعلوم، يصير كتابته علمية موضوعية والقراءة في نوع من القراءة. القراءة اللي هي الباحثة، أنا ببحث عن شيء معين، يكون الشخص نفسه طويل لأنه ببحث عن حاجة وفي شغف، وزي كأنه عبارة عن منطقة في الدماغ فعلت وكل ما أخذ يبغى أكثر. وفي قراءة ثانية اللي هي غير باحثة، هذه قراءة غير باحثة تكون فعالة فقط في القصصية، لكن الأشياء الأخرى اللي هي فيها مواضيع إن لم تكن باحثا ستمل، لابد أن تقرأ وأنت أصلا في بالك في بحث معين موجود. نحن عندنا مشكلة في كتابنا كذلك، كثير منهم إنشائيين عاطفيين يحطك آراءه، لكن لا تجد كثير منهم يديك الريفرنس أو يديك حاجة موضوعية أو توازنية، يديك وجهة نظر الأخرى، فتجد الشخص اللي هو العربي أصبحت طريقة يعني تلقي المعلومة أو تقبل المعلومة انفعالية عاطفية، لذلك هم أكثر. أما بالنسبة للمشاهدات العادية دي تلفزيون، أنا أعتبر التلفزيون عبارة عن نوع من تغييب الفكر، يسموها ما يسمى بتحت الفكر مش فوق الفكر، لأنه التلفاز يشبع معك بياخدك إلى يسحب دماغك من لحظة الآن. لحظة الآن هي الحقيقة الوحيدة التي يملكها الإنسان، الماضي ما هو إلا ذكرى لشيء قد مضى. والتلفزيون يسحبها. أيوة، الماضي هو ذكرى لشيء قد مضى ليس له وجود إلا في ذاكرة تحدث الآن، والمستقبل ما هو إلا تخيل ووهم لما يمكن أن يحدث مستقبلا ويحدث في لحظة الآن، وعندما يأتي يأتي بصورة إيش؟ الآن. التلفزيون بيسحبك من هذه اللحظة، وهذا عبارة عن قتل للفكر إلا إذا كان شيء اللي هو يحث الدماغ. مع أن الدراسات بتبين دراسات أنه الكتاب مختلف، الكتاب الطفل عندما يفتح له كتاب مئات الآلاف من النيورونز الأعصاب تحث في الدماغ، في حين التلفاز تقريبا ولا شيء عبارة عن متلقي. لذلك أتساءل أنا، نحن لا نسمح لأحد أن يلقي القاذورات أمام بيتنا. لو واحد كبع قمام قدام بيتك في العتبة إيش تعمل معه؟ تتضارب معه. ولكن نرضى لأبنائنا أن يجلسوا أمام التلفزات ويفتحوا دماغهم وتنكب كل الزبالة في الدماغ، وهي أغلى وأثمن ما نملك هو التاريخ حقنا. فمرة ثانية أعود، عشان نفعل الكتاب لابد أن يكون هناك علاقة بين الطفل والكتاب، منها القراءة قبل النوم. أنا دائما يجي واحد أبي يقول أنا مشغول جدا، وهم طريقة أقول له أنا أنت أبو طريقة. مشغول فقط ربع ساعة قبل أن يناموا أولادك، اجلسوا 8 ساعات نايمين وهم عايشين معاك وعلى القصة اللي عملتها، هذه أهم شيء. بس للأسف كلنا أصبحنا النجاح الحقيقي يا أخويا ليس في المال ولا المنصب ولا أي صورة من صور هذه الأشكال، النجاح الحقيقي أنك أنت تستثمر في جيل قادم وتصل مرحلة معينة تجد أنك استثمرت في أهلك وعائلتك وأقرب الناس بحيث يحبوك، ها، بدون ما يكون هناك في اللي هي الانترست أو أي مصالح. معظم الناس الأنا التي فينا لا تجعلنا نستثمر في الأشياء غير المرئية الملموسة. معظمنا عندك ساعة زايدة بتشوف إيش تعمل حاجة تديك مردود ملموس محسوس مرئي، لكن تستثمر في حاجة في عقل طفلك مش حتشوفها الآن. معظم الناس للأسف ما بيعملوها. الله جميل. الأستاذ سعد سعد جمال، يعني من الأشياء التي تخلي القارئ العربي يميل إلى هذه المعرفة، معرفة التواصل الاجتماعي بشتى يعني وسائلها، اليوتيوب وإلى غيرها، إنه يعني ربما يجد على دور النشر
ارتفاع سعر الكتاب وعدم وجوده في متناول الشخص المتوسط العربي بحكم أنه دار النشر تبحث عن الجودة، تبسيط المعلومة، الجودة وتبسيط المعلومة وجودة الطباعة وعلوها يحتاج أيضا إلى صرف، والصرف هذا يحتاج إلى عائد، والعائد سيأتي من وراء المشتريات، فتجد أنه القارئ العربي يشتكي نوعا ما من هذا الارتفاع. أنا سأعود بك إلى 70 سنة مضت، عندما كان الكتاب شحيحا والطباعة قليلة، ليست كما نراها اليوم بهذه المطابع الكثيرة. لدينا عالم كان من أقربائي اسمه الشيخ جمعة، وكان يرجع إليه كمثل محاكم التمييز اليوم في دبي. هذا كم عدد الكتب اللي عنده؟ علامة، مجموعة قليلة من الكتب الفقهية كانت لديه، لكن يحفظ صفحة صفحة بأسطرها وأرقام صفحاتها، ولما سئل عنها قال لا نحتاج إلى أكثر من هذا. الآن المشكلة ليس في كم يشتري القارئ العربي أو العالم العربي أو الباحث العربي، لأن هناك عندك مكتبات عامة كثيرة حافلة بالكتب، لكن ماذا سيشتري وماذا سيقرأ وكيف سيستفيد من هذا الكتاب؟ فعملية الشراء وغيره هذه مسألة نراها لا تعيق من يريد العلم ومن يريد المعرفة. المشكلة في هناك عدم معرفة بالكتب التي يريد أن يستفيد منها. يذهب إلى مكتبة العبيكان أو أي مكتبة وخذ وروح. فنحن يجب أن نعالج اسم الكتاب، معنى الكتاب، ونعرف بالكتاب الصحيح للطفل، للمراهق، للزوجة، للمدير. ماذا تريد؟ يجب أن تعرف ماذا تريد. أنا عندي بس بالنسبة لي مالك بن نبي يقول إما أن تعيش في عالم الفكرة أفكار أو عالم الأشياء. نحن نعيش في عالم الأشياء في العالم العربي بالذات، لأن يعني كل شيء ما تقيم إلا الشيء الملموس المحسوس. ومن أشياء كذلك أنه تجي في الغرب ممكن ناس يعيشوا أثرياء بناء على الكتب اللي بيعوها. في العالم العربي قلما تجد إنسان ممكن أن يعيش من الكتب لسببين رئيسيين. أول شيء ذكرناه أنه في الغرب ممكن يصل مبيعات 4-5 مليون 10 مليون، في حين عندك هنا ما توصل. ها؟ روايات، إيه روايات، بس لا بعض، لا والله بعض الكتب مثلا عندك The Power of Now 6 مليون من أول 6 شهور. The Power of Now، The New Earth حق إيكارتولي، هذه كلها 10 مليون. أما الكتب العلمية، رجل فقير إيكارتولي كتب The Power of Now باع 6 مليون نسخة في أول سنة. Now معنى حاجتين، معنى ذلك أنه لا يستطيع المفكر أن يحط حياته كلها من أجل العلم، لابد أن يكون له إيش؟ يكون له شيء تجاري. معنى أنت ميعت الفكر، رقم واحد. رقم اثنين، أنا أديك مثال وما مش مشكلة نقولها، ما هو محياي محطوط فيه كل حلقة 30 ساعة يعني 1000 ساعة، الطباعة والمكلفة 30 ريال، وموزعين أخذوا 30 ريال، أتباع 60 ريال. طيب بالنسبة لي الحمد لله أنا بخير وهذا وقف كله. بتصور لإنسان مش أنا وما عندي مصدر دخل آخر، معناه كان توقف عطائي بالنسبة لمحياي، ما أستطيع أكمل. فهل هذا عدل أنه إنسان ينتج هذا الإنتاج ما يستطيع أنه هو يعيش منه؟ فمعنى ذلك أصبح الفكر حصر على هؤلاء اللي عندهم دعم مادي ويقدر العلم فيحط عمره في العلم وعنده مصدر مادي يعيش منه ويسترزق منه. ففي حين هو عشان ما احسن احنا كان كلهم بشكل عام العالم العربي الموزعين بياخذوا، لكن يجي الكاتب الغلبان في النهايه ما بيطلع له شيء. صحيح. انا اوجه الان السؤال للاستاذ محمد، وهذه المعنى هو افضل من يتحدث عنه. بس لا يكون جواب على السؤال. لا نريد ان نبارك له فوز كتابه القوه الهاديه، فازت يعني كتاب جميل.
تستاهل كل خير. الان هنا تجي معاناه دور النشر او الحديث عنها في ظل هالصراع ما بين المشتري ودار العبيد. كان لها تجربه حقيقه في ظل العزوف ربما من باعذار هي ارتفاع التكلفه، ما نجد العبيد كانت تشارك في كذا مهرجان مثلا وتجد اسعار الكتب مخفضه ومع ذلك النسبه قليله. طيب انتم هنا يعني كانكم تقولوا للقارئ ايش نسوي لك اكثر؟ والله انا اتفق مع الدكتور وليد ومع الاستاذ جمال على الطرح اللي قالوه، واتفق مع موضوع ان المؤلف في العالم العربي هو يعني مختلف تماما في الفكر والمفهوم عن ما هو موجود في العالم الغربي او حتى في العالم الشرقي، حتى الدول الشرقيه دكتور الان الموضوع عندهم مختلف تماما في مساله الحقوق ومساله الايرادات ومساله العائد اللي ياتيه من ابداعه الفكري. القضيه هنا مختلفه في العالم العربي بسبب يبدو لي انا من وجهه نظرنا في دار النشر انه العامل الاول ارتفاع التكلفه، والعامل الثاني عدم وجود عائد على التكاليف اللي تصرف على الانتاج الفكري. يعني في النهايه الناشر هو تاجر، بكم سوف ينتج وبكم سوف يبيع، يعني هو ينظر للمعادله بهذا الشكل. الموزع دكتور نفس الشيء، الموزع بيقول لك انا عندي بعض المصاريف الاساسيه على المنتج اللي انا اخذه واوزعه منك. مشكله عدم القراء معنا. بالضبط، يعني هو احيانا يكون القارئ عدم وجود القراء مشكله، واحيانا يكون العمليات المتداخله الكثيره الموجوده لدى الناشر او الموزع هي ما يحكم سعر المنتج بهذا الشكل. ارتفاع الأسعار يبدو لي ليس هو المشكلة الرئيسية اللي يواجهها القارئ العربي اليوم. القارئ العربي لديه أزمة تربية على القراءة. القراءة ليست يعني شيئا تشتريه وتضعه في دماغ القارئ لكي يقوم بالقراءة، يقرأ يا أستاذ محمد. انتقاء ما يقرأ، وأيضا كيف يقرأ وأين يقرأ ومتى يقرأ. الآن هناك عوامل كثيرة تداخلت وأخذت من حيز القراءة الذي هو أساسا ضعيف، فأخذت من وقته من وقت القراءة أشياء كثير. نحن ليس لدينا شح في القراءة يعني أو ندرة في القراءة، لكن ماذا نقرأ وأين نقرأ ومتى نقرأ؟ يبدو لنا هذه المعادلة في هذا الاتجاه. يا سلام. طيب بسأل دكتور وليد عن برنامج ومحياي، يعني محياي واحد واثنين الآن وصل إلى المرتبة الثامنة ضمن البرامج أعلى مشاهدة في الشرق الأوسط، ويعني باشتراك ما يقارب 61 ألف مشترك. يعني البرنامج انتشاره الحقيقي أصبح في اليوتيوب، والآن المنصة منصة اليوتيوب. كان تركيزك يا دكتور على اليوتيوب بنسبة كبيرة، لعلمك أنه الإعلام التقليدي مثلا أو ما عرض فيه من قنوات مثل ام بي سي وغيرها لن يصل إلى المشاهد، ولكن عندما وضع في اليوتيوب انتشر وأخذ انتشار واسع. عشان أكون معك صريح، أنا لست من هؤلاء اللي أؤمن بما يسمى استراتيجيات ولا يسمى خطط. أؤمن أن الإنسان لابد أن يعرف نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا الآن إنسان عرف ذاته الحقيقية وعرف، يقول لك مارك توين يقول لك هناك أهم يومين في حياة الإنسان، أهم يومين من هما يوم ولدت ويوم تعرف لماذا ولدت، the day you were born and the day you find out why. أنا أؤمن أن كل إنسان لو وجد ذاته الحقيقية، مش الأنا التي فيه، ذات الحقيقية وعرف دوره في الحياة وانطلق من هذا المنطلق، دخل ما فيه ما يسمى الذكاء الكوني، مش الذكاء العقلي. الذكاء العقلي is a linear thinking، ذكاء سطحي. الذكاء الكوني هو الذي يدير كل شيء من الذرة إلى المجرة، هو اللي يدير القلب والرئتين أنت هل أنت تتحكم في الجهاز الهضمي عندك أو القلب؟ أبدا. هذا الذكاء الكوني. إذا الإنسان وجد نفسه واستطاع أن يهمش الأنا التي فيه ويعرف دوره في الحياة وانطلق، ستجد أن الحياة ستعمل من خلاله ما لا يمكن أن يعمله بأي تخطيط. لذلك ما فكرت وقت محيا، كل فعرفت أنه حاجة واحدة، أنه أنا خلقت من أجل أن أثقف وأعلم، وهذا دور. وبدأت والله سبحانه وتعالى فتح لي باب الثاني الثالث الرابع، ولا أدري أي باب حيفتح بعد كده ولا أبالي، لأنه في النهاية الهدف هو ليس الثمار. ولو كان الثمار، لو كان يقيم الإنسان بالثمار لكان سيدنا نوح الذي دعا قرابة 1000 عام وما آمن معه إلا قليل كان أخذ المرتبة بسيطة، وسيدنا يونس الذي إيش ترك الدعوة وآمن كل قومه، هو النبي الوحيد
الذي هجر الدعوة، طيب، وربنا عاد تأهيله في 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 الحوت وعاد، وآمن كل قومه. لذلك لا تقاس الأمور، النجاح ليس بالثمار، وإنما النجاح أن يجد الإنسان نفسه وأن يعرف دوره وأن يدخل في الذكاء الكوني. فأنا ما خططت حقيقة، وما أعرف حتى إيش بعد كده فيه. الله يسلم. أعرف حاجة واحدة، أني أعمل الشيء الذي خلقت من أجله وأعملها في هذه اللحظة الراهنة، فلا يعني يسحبني عقلي إلى ماض، لا حزن على ماض ولا خوف من مستقبل. الله يعين. أجل تشجعنا دكتور، إحنا ما نخطط. هو شوف العقل، العقل أداة قوية. نعم ممكن تحط الخطة حقتك، ولكن فقط بعد ما تعمل خطة ترجع العقل مكانه لئلا يسرقك لأحزان الماضي أو أوهام وخوف المستقبل. معظمنا الأفكار الشاردة بتسرقنا من لحظة الآن، فننسى من نحن وما يجب أن نقوم به في حياتنا لكي لا تأسوا. إيه فلعنة، أنا يعني حبيت أحط الإكستريم عشان بس أمسم نقطة. واحد يخطط ولكن لا يعول على تخطيطه، وإنما يعول على الذكاء الكوني الذي دخل فيه وهمش الأنا التي فيه، أن الله سبحانه وتعالى حيسيره والحياة ستعمل من خلاله ما لا يمكن أن يحققه بأي خطة يضعها بعقله البسيط. الله يسعدك، يعطيك العافية دكتور وليد، وشاكرين لك على ما جت فيه وفت في الندوة. الله يسعدك دكتور. شكرا لكم. الله يبارك فيك. سعد جمال، شاكرين لك وشاكرين لتحت شكرا لكم هالمعلومات اللي أخذناها منك في الندوة، يعطيك العافية. شكرا. والشكر أيضا موصول لمن احتوانا في هالمكان، الله يسعدك استاذ محمد الفريح. والشكر موصول ايضا لدار العبيكان للنشر. شكرا لكم، وشكرا للدكتور وليد والاستاذ جمال، شكرا للحضور الكريم، ان شاء الله تكون مفيده يعني. شكرا لكم، جزاكم الله خير. شكرا لكم. شكرا مشاهدينا ومتابعينا على هذه الندوه المقامه في هامش معرض الكتاب الدولي بالرياض في معرض العبيكان. دمتم ودامت اوقاتكم بكل خير، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيء بسيط يا دكتور، نؤمن أن كل إنسان زي ما تؤمن أنت أن كل إنسان يرى أين مكانه وأين يجد نفسه في هذا التأثير. نعتقد أن هذا شيء بسيط وشكراً، كان شيء يعني لا يكاد يذكر، لكن أخذنا على عاتقنا من العام الماضي أن نقدم الناس الذين يعملون لأجل العمل ولا يعملون لأجل مصالح قصيرة. فهذا جزء بسيط من الذي يعني يخرج من القلب ويخرج بكم في مصالح، هي الأمور التي لها تأثيرات كبيرة جدا. أشكرك جدا. لا بالعكس، لا بين المصالح لا مادية بالضبط ولا عندنا شيء أبدا، الحمد لله بالله سبحانه وتعالى، الحمد لله، وأن نفعل في الأرض، نقوم بالأرض لإصلاح بإذن الله. وتمنى إن شاء الله يعني أن إنتاج يعني ما يتوقف، وما أنتم تكون مستمرة بإذن الله. يد الله تعمل إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله. الله يوفقك دكتور. يعطيك العافية. تسمح لنا نشرع عبد المجيد. تعطيني هذه أو تعطي للشباب؟ هذا أيضا الرحمن جزء بسيط من حقك علينا. الله نشوفه اللي بعد الصور يسوى بعض صور جماعية. خلاص ناخذ صورة بعض يسوى. أعطيني إياها. جزاكم الله خير. بسم الله.